الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. بغيت نقول وجه واحد النداء للسلطات نتاعنا، راني قبلت الحدود المغربية الجزائرية المغربية. أنا نطالب بالسلطات نتاعنا، حنايا في المغربية رانا محقورين، الحقرة على كل كاليتي، كيما راك باغي تحقر يحقروك. انا بغيت نوجه واحد الرساله نتاعي كابن مجاهد وكابن ولد الدوله، راني نقول للناس اللي يحكموا فينا الكبار اسمعوا لنا شويه، احنا رانا محقورين في منيا. اي عقل دار في ضربه واحده دخلوها للحبس، عائله راها في الحبس. يا سي زغماتي، يا سي عبد المجيد تبون، يا شنقريحه، احنا بمغنية كل واحد يحكم في احكامه. احنا عائلة تاعنا كومبلي راها بالسجن، احنا حكموا على الوالدة تاعي بالاعدام، ورانا غاديين. انا مدروك هادي يومين ما كليت ما شربت، ونهار اللي هدرت على الحق داوني للحبس. خاصك ما تهدرش دروك على الحق، انا راني متواجد في الحدود المغربية، انا دروكي الى عندنا دولة وعندنا حق، وحنا ولاد الدولة وخدمنا الخدمة الوطنية تعطيونا حق. حنا خوتي قالهم في الحباسات وابناء مدينه مغنيه قالهم ريشارشي وقالهم في الحبس في الباطل، واحد يجبد 20 واحد. انا خويا في سيمانه عطاوها 15 سنه، 8 سنين 3 كيلو يعطيوك 8 سنين، 4 كيلو يعطيوك 15 عام عليها. ايا تورا ماشي اعدام هذا. وعندي خويا في البرواقيه واحد في عين والساره واحد في سيارت، علاش باقي غي انا سيدو ديوني للحبس؟ انا نطلب من السلطات نتاع الجزائر العليا، نحن رانا محقورين، رانا محقورين سبحان الله. واش هادي دولتنا ولا رانا غالطين؟ الا كان بواتنا جابوا استقلال باش نعيشوا صحة، ما كانش بواتنا قولوا لنا نمشيو عند جلالة الملك وجلالة الملك يستقبلنا. سيدي نمشيو للمغربة سيدي نعيشوا، حنايا ولينا نخاف ونهضروا، كي نهضروا يدخلونا للحباسات. علاش؟ وحنا رانا نقولوا حنا ضد المخدرات، حنايا دائما كنا نشدوا الدولة نتاعنا وكنا مع الدولة نتاعنا، عمرنا ما جينا ضد الدولة نتاعنا، وإنما الحقرة ماشي مليحة. هذه هي نطلب، إذا كان تسمعونا سمعونا وبارطاجيوها لنا يرحم الله والديكم. إلا ما راكوش باغيين نمشيو عند جلالة الملك أسيدي ونعيشوا بالشي اللي كان عطا الله ونرقد في تروطوار. دوك انا بلادي وليت ما قدتش نعيش فيها، وليت نحقر بيها. انا الامن اللي يحضيني والدار كان اللي يحضيني باش يعطيني حقي، كي تهضر يدخلك للحبس. علاش؟ احنا دارنا دار ابراهيمي ميمون قاعد دخلوها للحبس، هذا هو المجاهد يتكرم ولاده باش يدخلوا للحبس. رانا نقولوا اعطيهم احكام عامين 3 سنين، ما تعطيش 15 عام تغبناه على ولاده سبحان الله. هذه هي لا للظلم ولا للحقره، ولا ما بغيتوش عطيو سيدي نمشي عند جلاله الملك محمد السادس، نمشي عنده نعيش معاه ونسلم على المغاربه والناس اللي راهم روشارشي تما، نقول لهم ما عندكم ما زيدوا تجيو ديروا الجزائر، اقعدوا تما وكلوا وشربوا وخدموا على رواحكم، ورانا جايين كرهتونا غادي نبيعوا كلشي ونمشيو، وما نمشيش في الطياره نمشي حارق انايا. هذه هي، ونتمنى من السلطات باش تشوف فينا وهاد الناس اللي راهم حاقريننا. نتمنى باذن الله الرحمن الرحيم يعطيونا حقنا، ولا ما يعطيوناش حقنا خليونا نمشيو للمروك عند خوتنا المسلمين. السلام عليكم، المجد والخول للجواد الابرار، عاشت الجزائر. والسلام عليكم، والمغاربه خاوتنا ونحييهم من مدينه مغنيه ومن المنطقه الحدوديه، ونقول لكم صحه فطوركم وصحه عيدكم، وراني جاي عندكم. والسلام عليكم.